معاك خبر برضو مهم فيما يخص أحمد عبد القادر. طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ أصدر عقوبة اليوم مالية ضخمة على اللاعب أحمد عبد القادر. ده خبر كان مهم من كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا. يعني عقوبة مالية بص، أنا في الموضوع ده الحقيقة، وأنا حابب إن أنا أتكلم أهو. زي ما حضراتكم عارفين قرر الكابتن، أو زي ما حضراتكم شايفين قرر الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة توقيع عقوبة مالية كبيرة على اللاعب أحمد عبد القادر نظرا لما بدر منه. طيب، في ناس كتيرة جدا بتتكلم في هذا الأمر. أنا بالنسبة لي الحقيقة في مثل هذه الأمور لما أجي أخد قرار لازم أخد قرار بما يتناسب ويتوافق مع مبادئ وإدارة النادي الأهلي. طبعا خلاص، هناك البعض شايف في مدارس في هذا الامر. يعني ايه؟ يعني في مدرسه تقول لك انا ما عاقبوش، كل واحد بيبقى بعد المباراه على اخره. وعلى فكره مدربين كبار جدا 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 جدا، وانا جايب امثله في هذا الامر بس مش هتكلم ما بيحاسبش فيها. على هو منفعل، يقول لك لما نقعد ونتكلم. الله ينور عليك. لا بس ده مش مبادئ النادي الاهلي. نعم، بس دي مش مبادئ النادي الاهلي. طالما صادر موقف خلاص. انا خلاص. فكابتن سيد من الناحيه الاداريه عاقب اللاعب، وده انا بحيي فيه الحقيقه كابتن سيد عبد الحفيظ في هذا الامر، لانه مهم جدا 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 ان الاجيال كلها تبقى عارفه ان اللي بيخطئ بيتم حسابه، ولكن يلعب او ما يلعبش دي بتاعت المدرب. دي بتاعت المدرب. هي دي اللي انا بتكلم فيها بقى، ان النقطه هنا المدير الفني مدارس، او المديرين الفنيين مدارس. جوزيه ممكن جدا كان يبقى متخانق معايا بس بيلعبني، متخانق مع عبد الرحمن بس بيلعبه. دي حاجه بينه وبينهم، او المدير الفني مدرسته حصلت كتير. ايه فعلا حصلت كتير. حاجة تقول إن المدير الفني مدرسته إيه؟ المدرسة دي ممكن يقول لك زي ما أنا بقول لك كده، اللاعب متنرفز فعمل كده عشان متنرفز فخد الخطأ الإداري أو خد العقوبة الإدارية، ولكن من الناحية الفنية أنا شايف إن هو يلعب. وساعتها بتبقى تقديرية للموقف على حسب الموقف عليك. نفسه، الله الموقف ينور ممكن عليك. يستدعي إنه يلعب عادي، يبقى نرفزة ملعب وبتاع وكلام من ده وهياخد عقوبة مالية وخلاص، وساعات بتبقى لأ تقديريًا المفروض يقعد شوية، في ناس في مدربين يقعدوا ماتش ولا ماتشين وبعدين يلعبوا تاني، في واحد ما يبقى خلاص المدرب مقرر إنه ما يلعبوش، فهي تقديريًا على حسب الموقف بترجع للمدرب طبعًا. صحيح، وبالتالي إحنا تم اتخاذ قرار زي ما حضراتكم شايفين من الكابتن سيد عبد الحفيظ من الناحية الإدارية إنه يتم عقوبة كبيرة على زي ما البيان صادر او الخبر بيقول على دي العقوبه الاداريه بقى الموضوع بتاع المدرب زي ما حضرتك قلت يا كابتن. هي مدارس بقى في عقوبه اللاعب ان هو يلعب او ما يلعبش. المدير الفني يشوف ان هو يلعب يلعب، هو حر. يشوف ان هو ما يلعبش ما يلعبش. في بعض الانديه يا كابتن التصرف ده بيعدي عادي، يعني في بعض الانديه محدش بيقف عنده. بالظبط، في بعض الانديه بيبقى التصرف يعني. ده عادي يعني. حصلت وفي حتت كتير وفي حتت كتير جدا حتت كتيره جدا وحصلت قريب. و انشيلوتي اخره انشيلوتي بالظبط مع ريال مدريد قال لك، يعني لما احد اللاعبين طلع وكان جاي يسلم عليه وبتاع. وعلى فكره في لقطه شهيره جدا لما كان ماسك بايرن ميونخ، واعتقد احد اللاعبين الكبار بري او اي حد من اللاعبين الكبار كان طلع يسلم على انشيلوتي، فراح له انشيلوتي قال له انت ما سلمتش عليا ليه؟ بتحصل كتير وحصلت قبل كده بين السير اليكس وديفيد بيكهام لو تفتكر قبل كده، والسير اليكس كان ليه رد فعل قوي عور ديفيد بيكهام ساعتها ونزل يعوض الماتش. عادي بتحصل كتير. بتحصل كتير جدا، هي مدارس. هنشوف المدرسه مارسيل كولر هيعمل فيها ايه، ولكن مدرسه النادي الاهلي اتخذت قرار، او كابتن سيد عبد الحفيظ اتخذ قرارا بعقوبه كبيره. ودي صارمه عقوبه طبعا، يعني لو لازم تحصل من النادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ ما كانش ينفع يعدي الموضوع ده اكيد. لا، ما حدش بيعدي الحاجات دي. النادي الاهلي ما ينفعش هذه الامور.